السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التعليم بتعلن عن موعد إرسال باسورد واسم المستخدم لامتحانات أولى ثانوي التدريبية. وزارة التربية والتعليم أعلنت إرسال كلمة المرور واسم المستخدم الخاص بالامتحانات التدريبية لطلاب أولى ثانوي على البريد الإلكتروني يوم إيه؟ يوم السبت قبل الامتحان يوم 15 ديسمبر. خلي بالكم من الجزئية دي، هيجي لك يوم السبت على البريد الالكتروني بتاعك كلمة المرور واسم المستخدم. والوزارة قالت الكلام ده انه سيتم الاعلان عن موقع الكتروني للاستعلام لمن لم تصله كلمة المرور، بالاضافة لمركز للدعم الفني على الهاتف او الواتساب. الهدف كل ده من الامتحان ان انت تختبر الشبكات، تختبر جهاز التابلت اللي معاك، منصة الامتحانات، وهيساعد الطالب اللي هو يعرف طريقة الاسئلة ايه، نظام التقييم ايه، الكلام ده كله. ده كان خبر عاجل وبيان عاجل من وزير التربية والتعليم لأولى ثانوي. يا ريت يكون فيه خير دايما لأولادنا، نتمنى ان ده يكون امتحان كويس بحيث ان انتوا تتدربوا وتشوفوه. فيبقى كده كلمة المرور اسم المستخدم ان شاء الله هتجي لك يوم السبت على البريد الالكتروني، فانتظرها. ولو في اتأخرت عليك هيبقى في موقع الكتروني هتستعلم منه ان شاء الله، او الدعم الفني او الواتساب. ده كان رسالة سريعة كده لأولى ثانوي. خلي بالكم الامتحان ده مهم جدا جدا جدا. مش سقوط ونجاح، بس تدريبي، تشوف نفسك، قيم نفسك، ما تغشش، حاول تاخدها جد اكنه امتحان نص السنة واكنك انت بتتدرب. يعني ما فيش منه خوف، ده الامتحان الوحيد اللي هتخش وما انتش خايف من حاجة ان شاء الله. يا ريت ننشر الفيديو ده ونزود النشر بتاعه عشان كل الطلبة تستفاد وتعرف قبل يوم السبت ان خلاص الباسورد هيجي لهم وكلمة السر خلاص. يا رب اكتب لولادنا الخير والسلامة ان شاء الله. خلي بالكم من نفسكم واستعدوا للامتحان، الامتحان يكون كويس جدا ان شاء الله. كان معكم أسامة رزق، مؤسس أجيال أندلس. اشترك في القناة حتى يصلك كل جديد، واكيد ان شاء الله من خلال مصادرنا الرسمية. في امان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.